إنشاء مقاولة وتطوير منتوج أو خدمة مبتكرة لتحويلها لمشروع مربح هو حلم العديد من الشباب المغاربة، ولكن بالعراقيل اللي كتواجه الشباب وفي غياب أي مواكبة كيكون مصيرها الفشل. اليوم برنامج بغيت نمشي بعيد جا باش يعطي فرصة ونفس جديد لهذه المقاولات الناشئة. ياسين رضوان كوتش ومقدم برنامج بغيت نمشي بعيد، 15 سنة من خبرة في مجال الاستثمار، غادي يشارك مجهته في توجيه وتشجيع المشاركين طيلة مسارهم في البرنامج. مرحبا بكم في أكاديمية بغيت نمشي بعيد. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بغيت نمشي بعيد. وصلنا للبرايم الثالث والاكيد المشاركين ديالنا ولفوا المفاجات اللي تتوجدها اليوم فريق برنامج. مشاركين ديالنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من البرنامج اللي كيواكب المقاولات ديالكم. بحال اللي شفتوا مع لي كوتش ديالكم هذا الاسبوع، الموضوع ديال الاسبوع هو الثمن، او بالاحرى كيفاش تحددوا الثمن ديال المنتوجات اللي تبيعوها باش تسهل عليكم التسويق. المهمة ديال اليوم من نوع خاص، أتعيشوا تجربة البيع من جميع المراحل ديالها، من اختيار المواد الأولية كيفاش تشريوها إلى كيفاش تحولوا هاد المواد هذه حتى تبيعوها وتلقاو كيفاش تجيبوا زبناء اللي يشرو من عندكم. هاد المهمة هذه دور ديالها نختبروا فيكم المقومات ديال المقاول الناجح. المهمة ديال اليوم غتنقسم لجزئين، الجزء الأول اللي فيه 20 دقيقة فقط غنعطيو لكل مقاولة 250 درهم. هال 250 درهم خاصو يمشي يتسوق بها فواكه في المارشي ويرجع. فاش قال لنا ياسين أننا غادي خصنا نمشيو للسوق، كنقول فيني أنايا كندير الطوب، كندير شي حاجة اللي عندها علاقة بالبني، غادي ندير ولا غادي نجرب واحد التجربة ديال أنني نبيع نيشان مع الكليان واحد المنتوج اللي عنده علاقة بلا ريستوراسيون. شنو هو الجزء الثاني؟ هو تستخدموا الاشياء اللي شريتوها، الفواكه اللي شريتوها باش تحضروا عصير او سلطات فواكه وتبيعوها في عربات ديال بيع العصير وسلطات الفواكه. فاش قال لينا خصكم تشريو السلعه وتبيعوها، لقيت راسي في مازون دو كونفور. هذا هي اساس المقاوله، الا ما كتعرفش تشري وما كتعرفش تبيع مشكله. الاشكال هو اننا ما غاديش نتعاملوا غير مع تحديد الثمن، غادي نتعاملوا مع لاشين كامله. يعني خصنا نمشيو نجيبو لا ماتير بريمير بريباريوهم ونحددو الثمن اللي نبيعو به ونجيبو لي كليون ونبيعو. كل مقاولة تكون ممثلة بشخص واحد. أسامة وطه، شكون فينا بيناتكم اللي يمثل عطاغيك؟ شفنا بعضياتنا وما كانش بريباري المهمة، كان لابس لباس شوية كلاس، أنا شوية كنت بلوس بور عليه، دونك بان لي انني انا ناخذ لو ديفي، انا ندخل في انا بلوتو انا نخدم في لا ميسيون. دونك طه اللي يمثل طارق ان شاء الله. دونك طه يمثل اتاريك. امتنان بين سلمى ولطيفه، شكون فيكم تشوفوها الاجدر باش تمثلكم في هذه المهمه؟ سلمى هي اللي غادي سلمى تمثل امتنان. سلمى قلت لها انت اللي غادي ديري هذه المهمه، بحكم انها يعني في الايامات العاديه في البروجي ديالنا هي اللي كتكلف بانها تشري داكشي اللي غيخاص، يعني المواد الاوليه، كتشوف اشنو اللي خاص غتجيبو. قلت لها احسن يعني الا درتي انت هذه المهمه غيكون احسن. دونك سلمى تمثل امتنان، طه امثل اتاغيك. ما تنساوش الهدف ديال هذه المهمه ماشي فقط شحال دخلتو الفلوس، ولكن الربح خاص نعرفوا شحال ربحتوا، هذا هو الهدف ديال هذه المهمه. ما تنساوش كذلك انه لجنه التحكيم راه متبعه كل كبيره وكل صغيره خلال هذه المهمه هذه. كل شيء واضح؟ نتمنى لكم حظ سعيد، نتسناكم هنا، سيروا تسوقوا ومن ترجعوا نبداو الجزء الثاني. حظ سعيد.
المرحلة الأولى من المهمة يشريوا المنتوجات بأقل ثمن. يلا 20 دقيقة فقط، يدرسوا السوق ويقارنوا الأثمنة. السلام عليكم. باش يشريوا الفواكه اللي غيحتاجوها في المهمة. شحال دلاح داير؟ ديال المفهوم كدير 22 درهم. كاين هذيك العادية اللي كدير 10 درهم. انني نمشي ونيغوسي مع التاجر متخوف صراحه من هذه القضيه هذه. غالبا الثمن اللي كيقولوا لي كنشري به اولا كنمشي للمتاجر الكبرى باش كندير التقضيه ديالي. انت حبيبي دير لي الثمن ولا ما ديرش الثمن؟ دير لي الثمن ولا لا؟ صافي انت سير حبيبي. شوف خصنا مانك، عطيني واحد كيلو دمانك. كان لوبجيكتيف هو اننا ناخذ الفواكه باقل ثمن. شحال ليمون؟ ليمون 8 درهم. 8 درهم تاع العصير ما خديتش 10 كيلو؟ خديت 20 كيلو في شي شمال. 7 درهم. من حسن حظي كان مول ليمون حدا واحد مول العصير، مشيت سولته شحال كياخذ من الليمونه في الكاس. شحال كاس شحال الليمون كتعطيك كاس العصير؟ هي بكية مع راسك ما كتفلتي حتى فرصه. 4 3 ناشف. حسبت حسابي وعرفت شحال خاصني ناخذ تاع الليمون، شحال خاصني ناخذ تاع الرمان. اشنو ناخذ 10 كيلو 7 ولا 20 بستون؟ سونس طلعتي شطايرية مع راسك وعارفة شنو باغا. صاحبي شحال تخلينا سيترو؟ 15 درنا الثمن 11 12 درهم نحسبو لك دير لي 3 كيلو. كانت عندي واحد لافوكاسيون انني انفيستي في لي جو على السيترو، هذه كانت مهمة بالنسبة لي لأنني فكرت أنه غادي يكون الثمن ديالو طايح وفي نفس الوقت نقدر برودوي منه بزاف حيت كيتخلط مع الماء. هذه استراتيجية ذكية. نشوفوا واش محمد السوغي غادي يفكر في خطة أحسن. ليمون ديال العصير هذا حبيبي ديال الكيلو 7 درهم. أناناس شحال داير؟ أناناس 25. يلا خليها 22 ب 4 دير 4 الحبة. حددت الوجهة ديالي على أساس أنني ندير واحد البرودوي في الآخر اللي يكون تخي غيش أون فيتامين سي ونكون دو بون كاليتي. غادي ناخذ الليمون ورمان 250 درهم نحطها كاملة. اختارت الليمون ورمان حيت ساهلين تتبريسي وتيخرج لك العصير. محمد ما ضيعش الوقت باش يختار شنو بغى. في الوقت اللي سيت مازال كيتشطر. والو ما تقاسموش الصبر. واخا دير لي واحد 5 كيلو. غير عرفت الاثمنه اللي كاينين قررت انني غادي نشري الليمون وايضا الفواكه اللي سهل انك تقطعهم واللي غادي يقدروا انهم يجيبوا لي الكليان اكثر. بانت لي سلمى كتخمم. ياك ماكش على الشغل. في الاول كنت فعلا مرونه يعني ما عرفاش غندير سلطه فخوي ولا غندير عصير ولا اشنو غندير. شحال ثمن كيلو ديال الليمون عفاك؟ الليمون ديال 8 درهم. 8 درهم ما كنتش كنعطي حتى شي رده فعل. فديك الوقيته اللي كان هو كيقول الاثمنه كنتسائل ربما راه هذوك الاخرين عندهم اثمنه اقل. يعني كانوا بزاف ديال الاسئله كيدوروا في بالي وكنحاول نجاوب عليهم ونتخذ قرار في اقرب في اسرع وقت. فكري مزيان غير هو الوقت راه ما كيتسناش. نرجعو نشوفو سيف فين وصل. كنشوف السيد جالس كيحسب 200 250 300 390 وكنقول فين غادي. لا 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 بزاف هادشي. لا لا بزاف. قررت انني نحيد البطيخ ونحيد ايضا واحد الكميه ديال الليمون. شحال تنقصلك في داكشي؟ نقصلك 8 درهم. عطيك 250؟ لا والله هي اللي كاينه. لا هي اللي كاينه. والو والله الا نقص معاك 2 درهم درهم في البيت. هي اللي كاينه. والله هي اللي كاينه. والله ما خبيت عليك هي اللي كاينه. يعني ما كيتسمى 250. قلت له كاينه 250 درهم. دونك هنا بدات فين بديت لا نيغوسياسيون معاه باش نشري من عنده دوك المنتوجات كاملين ب 250 درهم. شكرا. تبارك الله عليك، ما مشيتي حتى خديتي داكشي اللي بغيتي بالثمن اللي بغيتي. صافي هذا الشيء اللي كيبان لي خاصني ناخذ و جو بونسي اسي باش نديروا هذه لا ميسيون ان شاء الله. خديت داكشي اللي خاصني نمشيو دابا نعصروا العصير. شكرا بزاف. الحمد لله حتى سلمى سالات التغذيه وما غاداش ترجع بالكفه خاويه ودابا عاد غتبدا المهمه ديال بصح. تيبانو المشاركين ديالنا جايين تسوقوا ومتقلين بزاف بين ما خلاو حتى شي حاجه ل 250 درهم ديالهم. دابا يلتحقوا بالعربات باش يبداو يوجدوا العصير ويبيعوا. نتمنى لهم حظ سعيد. ما كنتش متوقع ان الكروسر غتكون بداك الشكل. ما كنتش متوقع البلاصه اللي حنايا غنبيعوا فيها. يعني كل شيء كان بالنسبه لي كان مفاجاه. في حياه المقاول المهنيه ديما كاينين المفاجات وخاص ديما تكونوا على بال ومجدين لها. ناباف اي باف تري بيان. المشاركين بداوا التحضيرات ديالهم وكل واحد حط في راسه الاستراتيجيه اللي غادي يمشي عليها في عمليه البيع. مهم الواحد خاصو يبريزونتي السلعه ديالو مزيان لان العين هي الاولى كتشري. يقول لك زوقت بيع. حاولت ما امكن
نخدم اول حاجه بالنظام، كل شيء يكون في المكان ديالو، ننظف الفواكه باش اون فوا يجي يدوزوا قبالتي للزبائن نعطيهم مباشره لو برودوي، ما نضيعش الوقت معاهم بزاف. لحد الساعه اغلب المشاركين غادي مزيان وما لقاو حتى مشكل في التحضيرات، ولكن كاين اللي باقي مضارب غير مع العصاره. فاش جيت قدام الكروسه اول حاجه شفتها هو ديك اللي كتعصر. انا سبق لي استعملتها في الدار ولكن ما كنحملهاش، ما كنحملش نستعملها حيت كتجيني صراحه لا علاقه. هادي ما باش تخرج، قلت اللهم هادي غنستغل فيها الوقت اكثر. هادي اول مره ندير صاله فروي بهذا الديتاي هذا، وفي الحقيقه لو ديفي ديال الوقت حتى هو شي ان بو ستريسون، وعاد لو بلوز امبورطون هو انني خصني نجيب الكليان. انا عمري ما درت هاد الاكسبيريونس، جديده عليا، داخل في واحد العرابه اللي بالنسبه لي انا عمري ما خدمت فيها، عندي غير لي برودوي ديالي وفي نفس الوقت انا مطالب خصني نجيب الكليان. هادشي راه ماشي ساهل. عندك الحق ماشي ساهل، وهادشي اللي غادي نشوفو دابا. اللي بغى سلطة فخوي 15 درهم اجي جربها، ولا ما عجبتكش ما تخلص. لا لا خاصك عصير ما خويا دوق معنا في العصير الحوز. بغيتي تشري ليمون؟ الكليون كيكونوا دايزين كنبرح لهم على بحال هكا، بغيتي عصير مرحبا بك، ولكن حتى واحد كيجي كيدوز مرحبا سيدي بغيتي عصير؟ لا 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 ادوق معنا ادوق معنا. جيت ندير الجهد ديالي كنعيط للكليان كنمشي والو ما كاينش شي واحد، الى درجه ان تقول يا ربي هين بعي شي حاجه هي ما نخرج صفر بغفي حناي. خويا خويا اجي دوق معنا عفاك اجي دوق. ملي شفت داكشي ما غاديش مع لوبجيكتيف ني دو طون ني دو شيفر دافير، قررت انني نخرج ونمشي نجيب كليان راسي. تبارك الله عليك، هكا يكون المقاولات. جاست اوريجوس مروكن اوريجوس اتس ا بيور. هبه ما كتسلمش دغيا، اجي دوق معانا غير يستر الله يستر، اجي غير دوقو ما خسرتي والو. ليمون دوق معانا ما فيه والو. خويا عصير علاش؟ اخويا زوين تلمعني اصاحبي. الوقت كيجري. السلام عليكم خويا. المنافسة بدات كتشتد بالمشاركين وكل واحد وطريقته في الإقناع. سي محمد سي محمد الناس ما كيتجاوبوش ما عرفتش. مرحبا بغيت تشري ليمون؟ في هذه المهمة عندنا العدد ديال الكليان اللي كيدوز من حدانا بحال بحال، يعني كاينة المنافسة، خاصنا شكون يلقى ذاك الكليان ويجرو عنده هو الأول. شباب شكون بغى السيترون؟ الفكرة هو أنه الكليان إلا ما جاش عنده يمشي عنده. دوك انا خصني نجيب الماكسيموم، دوك انا كان عندي بحال واحد الفلتر واحد البارير، خصني اللي يدوز خصو يجي عندي، الا كان باغي يشري خصو يجي يشري من عندي. سيدي تقش يلا سيدي ديال اش بغيتي ديال اش بغيتي؟ عندي السيترون ناتور سيترون بالسكر ليمون مرحبا. واخيرا البارير ديال طه جاب ليها اول كليان وهذا الشيء كيبشر بالخير. جوج كبار مرحبا. علي لي بلي بتي اون كومونس بار لي بلي بتي فوالا شكرا. لا شكرا على والدك. حتى المجهود اللي دارت هبه جاب نتيجه وسيف بان لي تبع نفس الاستراتيجيه. عندنا العصر ديال ليمون ب 12 درهم وصلاه فخوي ب 20 درهم باش تقدر شنو ليمون ب 12 درهم امبورتي. كنت محدد الاثمنه في 12 درهم للجو دورونج وصلاه دو فخوي اكزوتيك ب 20 درهم. فجاء عندي الكليان الاول كان عنده واحد الاقتراح اخر. بغيتي بالاناناس؟ نقدر نديك باناناس كيبقى ب 15 درهم. مزيان دونك هنايا خصني انني نتادابطا ونلبي الطلب ديال داك الزبون. اذا زدت دي مورسو ديال الاناناس وطبعا زدت في البخي، دونك صدقت بايع لو جو الاول ب 15 درهم. بسم الله شكرا. مزيان ما طلقتي السيد حتى شرا من عندك وبالثمن اللي بغيتي في الوقت اللي محمد رحال مازال ما باع. يا ربي يجي شي كليان. والو دابا والو باقي ما تستافلت حيت جاي بلاصه ما زيناش، الناس كيدوزوا من اليمين ومن اليسار ديجا كيسبقوا لي كونكورون ديالي، دونك غادي نطيح السوق اش غادي ندير. وما عرفتش واش هاد الفكره غادي تسلكك ولا لا. ليمون كاليتي مزيانه سيدي 5 درهم ماشي 5 درهم ثلاثه بكم. مساله ديال طيح السوق قضيه مزيانه بما انه ياك عندنا قانون ديال المنافسه كيخليك دير لي تحط الخيل اللي بغيتي. 5 درهم 5 درهم شي حاجه مزيانه. الله يحفظك الله يطلق بال. ايوا سي محمد فين هما الكليان دابا؟ خويا ليمون ليمون مزيان. سلمى قررت تخرج من بلاصتها وتمشي عند الكليان وهذه خطوه مهمه. مرحبا بغيتوا تشروا الليمون؟
بغيتو تشرو الليمون؟ انني نمشي عند لو كليون ونقول ليه هالو برودوي ديالي الا بغيتي تشريه نقنعه ونقول ليه راه شري من عندي هاد لو برودوي بزست راسي ما كاينش شي حل اخر. الليمون عندنا كيبيعوه ب 8 درهم الا بغيتوه مرحبا. فاش هذوك الكليان الاول تقنع قلت واو يعني راه ممكن انني نقنع الناس انهم يشريو من عندي. صحه وراحه مرحبا بكم. حتى انت بصحتك اول كليان شفتي راه خاص غير زعامه. المشاركين غاديين مزيان في البيع ولكن واش كيبيعوا بالثمن المناسب؟ هادشي اللي غيشوف ياسين معاهم دابا. سلمى كي تدوز المهمه احنا غاديين في هذه المهمه اللي احنا فيها هي صراحه تحدي صعيب تحدي شويه صعيب. شنو لي برودوي اللي تقترحي للناس؟ انا عندي سلطه فخوي وعندي السلطه فخوي ب 15 درهم وعندي الليمون ب 8 درهم. وكيفاش قيمتي 15 درهم سلطه فخوي؟ حسبت لي فخوي اللي انا شريت وقسمتهم على الكميه اللي قدروا يعطيوني وحسبت المجموع ديالهم شحال عطاني. بان لي سلمى ضابطه حساباتها. نشوفوا سيف شنو دار. كيلو ب 6 درهم ونص غتخرج منه جوج حتى ثلاثه ديال الكيسان. الا خرجتي منه ثلاثه الكيسان شحال قيمه الليمون اللي حطوا في كل كاس؟ نورمالمون كيلو كيخرج لنا حتى ثلاثه ديال الكيسان دونك عندي مقسم ثلاثه الكيسان دونك 6 درهم ونص اللي كنقسمو على ثلاثه كتعطينا واحد جوج ونص تقريبا. كنزيدوا عليها لي شارج ديال الكوبلي امبورتي لي شارج ديال توسكي امبالاج وايضا لا شارج ديال لا مين دوفغ اللي حنايا اللي خدامين هنايا باش او توتال عندي واحد جوسكا 60% ديال لو بينيفيس ديال لا مارج. وما تنساش بان ملي تكون في الحاله العاديه عندك حتى القيمه ديال المحل اللي كاري اكيد العربه اللي تستخدم فيها حتى هي الماتيريال المفروض اللي كاين حتى هو لا مختصمون ديالو اكيد. بعد ما ياسين سال الجوله ديالو غادي يخلي المشاركين يكملوا عمليه البيع. الله يرحم لك الوالدين. الصحه والعافيه. يس كل المشاركين توفقوا في البيع من غير محمد ارحالي مازال كيتسنى اول كليان وخطيح السوق. واحد الوقيته دازت هاد ما كاين جاني شويه الياس بدلت الاستراتيجيه ديالي حيت ما كاينش الكليان في ديك الوقيته دونك قلت بان الوقت غادي يدوز اللهم ان فوا يجي شي واحد نقول لي 10 دراهم ورمان 15. خذوا لكم عصير مزيان زوين رمان واخا قال لي الله وانا فرح صراحه. قلت له مرحبا. ديك الساعه بديت كان بحال رجعت فيها النفس. حتى حنا رجعت فينا النفس والحمد لله مليتي قبل ما يسالي الوقت. 30 15 مهمة اليوم سالات والمشاركين قدروا يبيعوا المنتوجات اللي حضروا بالثمن اللي حدوه. ميرسي. مهمة ما كانتش سهلة ولكن كتبقى تجربة اللي ما غاديش نساوها. ديرني كليون. الحمد لله التجربة دازت مزيانة، دازت لو كونتاكت مع الكليان، شفنا كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الكليان في ان اوتر كونتكست ماشي غير في المشاريع ديالنا ولكن في الأرض الواقع. تحية للناس ديال اللي خدامين في هاد المهنة هادي. نتمنى المهمة ديالهم كانت عجبتكم واستفدتوا منها أشياء كثيرة اللي هتفيدكم في المقاولات ديالكم. تبارك الله عليكم كاملين، دابا نخليكم تشوفوا لي كوتش ديالكم باش تشوفوا شنو اللي تمشى مزيان وشنو اللي باقي خاصكم تحسنوه باش تفهموا كيفاش تقادوا الثمن المناسب للمنتوج ديالكم. الله يعاونكم. مشاركين رجعوا الاكاديميه بغيت نمشي بعيد. الخبراء غادي يعطيهم نصائح بخصوص مهمه اليوم باش يفيدوا بها المقاوله ديالهم وايضا باش يحولوا هالكانفا اللي غادي يقدموها للجنه التحكيم. انا جو بونس بواحد الطريقه ديال كيسموها كوست بلس. كوست بلس يعني تجمع لوكو ديالك كامل شحال تيتقام عندك هذاك لو برودوي كامل ابري كتزيد واحد لا مارش ديالك. ولا مارش كيسكو سا بو ايت؟ اكتويلمون لا استراتيجي اللي بينات هو خصنا ندرسوا داك لو كليون ديالنا شحال يقدر يخلص دونك سا ديبون داك لو كليون اللي بغيتي انت تمشي ليه توجهي ليه هو شحال كيقدر يخلصنا دوك لي كليون شحال دونك شمن كاتيغوري كاين اكسيتيرا شحال لو سال اللي تيرباح شحال دونك باش يقدر هو يخلص شحال. Le projet d'Alhiba est un peu spécial parce que tu travailles sur mesure,
دونك سا فدير الكليون كيجي عندها لو 1 تو 1 تتعرفوا لا تكنيك اللي كانت في لي زاني 60 70 كانوا الناس تيبيعوا في الزنقه تيمشيو يدقوا على الدور باش يبيعوا السلعه ديالهم دونك اون فوا تتحلوا الباب تيدخل واحد الرجل بعدا دونك اون فوا تيدخل الرجل سا فدير علاش باش يضمن واحد 50% الوغ هي باغ تخدم بهاد لا تكنيك نورمالمون مي الناس باش عند الكليون سا فدير لو ديل الي لا وخص الكليون ملي يهضر على لو بري هي تهضر على دوطخ بارامتر اللي هي لا فالور اجوتي اللي هو لو ديزاين اللي هو بزاف د الحوايج كثر من لو بري 6 كيلومتر شحال غتقاب عليهم 6 كيلومتر غتعطيهم 9 درهم تري بيان و لو طون داتونت راك عارف حنا ملي كنبغيو نتقداو كلشي نقدروا نحطوا بو الي جوسكا اون اور واحد اون اور اون اور غتكلفو 6 درهم دوك غتقام عليه 9.18 و 6.24 24 درهم انا متفق معك الفكره ديالك عجبتني ديال انه طبعا الثمن ديال واحد هادي ياخذ 5000 متر كاري ماشي بحال هادي ياخذ 100 متر كاري انا متفق معك الثمن تينقص كتنقص من لا مارج ولكن كتطلع في شي فرض افير نزيدوا حاجه اخرى وهي ديال لو ديليت بيم وهذه المساله اسيفتين بغيتك تركز عليها مزيان لانه اللي غادي يخلصك فوق الطبله ماشي هو اللي يقول لك من دابا 90 يوم يونس بوعاسيس الكوتش المواكب لسيف من بدا البرنامج وهو حريص على انه يتقاسم مع سيف الخبره ديالو في مجال المقاولات يونس بوعاسيس مختص في مواكبه حملات المشاريع منذ 2015 واحد الفتره من الحياه ديالي كنت درت بحال واحد النوع ديال التشخيص ذاتي وديال الحياه ديالي فين بغيت نمشي شنو بغيت نحقق فين بغيت نوصل ولقيت بانه مجال التنميه البشريه غيقدر انه يقدم واحد الاجوبه لبعض التساؤلات اللي عندي فكان اول مدخل ديالي عن طريق التعرف مع جمعيه انجاز المغرب اللي كانت هي اللي جعلتني انني ندخل لهذا المجال فالفكره كبرت وتطورت لدرجه انه اليوم ولا عندي يعني واحد التوجه استراتيجي عندي في حياتي ديالي وخاصه المجال المواكبه ديال المقاولين والطاقات الشبابيه 1 كيلو دورانج ايتيغ ا 7 درهم دونك شحال 400 غرام الا كان 1 كيلو ب 7 درهم شحال 400 غرام 2.8 درهم دونك il te faut pour un verre de 400 ml il te faut 2.8 درهم d'orange tu as compris comment j'ai fait le calcul الثمن هذا قرار خطير لان الخطوره ديالو كتجلى في عنده تبعيات من بعد واش غادي تنجحوا ولا ما غاديش تنجحوا لان يقدر يلعب لكم العدد ديال المؤشرات ولهذا خص الانسان يخمم مزيان قبل ما يدون كاين دراسه اللي كدار في الاول على البرودوي على لي كليون على السوق كيفاش داير على لو سيكل دو فيل دابا حاليا هذا هو المكون وباقى راك شتي يعني السعر الهامش باقي عندك 24% كثير شويه بالنسبه للمنتوجات اللي هي واسعه الانتشار راه ما خصوش يفوت 10% الا ما قلناش قل لي برودوي دو لارج كونسوماسيون راه ما تيفوتش 5% 6 حتى 10 هذا لا طلع فبالتالي باقي هذه المساله ديال المكون التجاري خصك تلعب عليه السي محمد حاول يحدد الثمن بجوج طرق فهاد المسألة ما كانش شيء ممكنة أي أنه اعتمد الطريقة ديال الشكل المتفرد للمنتوج دياله كمعيار وفي نفس الوقت حاول يبنيه بشكل علمي عن طريق اللي كنسميوها كلفة الإنتاج فاليوم هاد المسألة هادي قلت له ما يمكن شيء يمشيو بجوج خص تختار واحد فيهم المسألة الثانية هو أنه ما زال خصنا نضبطوا الأمور أكثر فيما يتعلق بالكلفة خصوصا ان مع كامل الاسف بقي هو اليوم كيعتمد بشكل كامل على المناوله اليوم الاول في اكاديميه بغيت نمشي بعيد ساله اكيد المشاركين فهموا الدرس من خلال مهمه اليوم وخذوا تجربه جديده دابا مع اليوم اللي يستعدوا للتحدي اللي كيتسناهم غدا والمرور امام لجنه التحكيم المشاركين اليوم عندهم موعد مع تحدي الأسبوع تحدي اللي غادي يختبر قدراتهم على العمل الجماعي وكيف ديما حتى واحد منهم ما عارفش شنو كيتسناه بزاف ديال الأفكار كيدوروا في بالي شنو هي هاد اللعبة ما كنتوقعوش أشنو اللي تابعنا نتمنى أن هاد التحدي هذا يكون كنستعملوا فيه الذكاء أكثر ما نستعملوا فيه اللياقة البدنية ديالنا باش علاش لا نربحوا إن شاء الله التحدي ديال برايم تالت تخيلتو غادي يكون على الاكستيريور بحال المرات اللي فاتوا حتى كنتفاجئ غادي نوصلوا اسباس فيرمي اوتوماتيكمون بديت كنقول التحدي ما يكونش فيزيك غادي تكون شي حاجه مونتال يوم جديد وتحدي جديد بحال اللي استنتجتو التحدي اليوم ما فيه هجره ما فيه حركه بدنيه اليوم نستخدموا العقول ديالنا اكثر
التحدي ديال اليوم عطاش عاش كتشوفوه ولا لا هو اسكيب جيم. هاد اللعبه كل فريق يدخل واحد الغرفه لمده ساعه. فوسط الغرفه خاصكم تقلبوا مزيان يكون فيها الغاز وفيها دي زانديس. كاين واحد صوت او بالاحرى هي هو شخص سنعيدو سيد اللعبه يعطيكم 12 المعلومه او 12 الانديس. الى احتاجتوا اكثر من 12 ميساج يعني ميساج 13 نقسموا منكم جوج ديال الدقائق، ميساج 14 ثلاثه ديال الدقائق. الهدف مره اخرى هو انه تدوزوا مرحله لمرحله وتفكوا الالغاز باش تخرجوا من الغرفه. الفريق اللي ينتصر هو الفريق اللي يقدر يخرج من الغرفه باقل مده ممكنه. ومره اخرى هذه اللعبه هذه خاصنا نشوفوا فيها بعض الصفات ديال المقاول، كيفاش تتواصلوا بيناتكم، واش كاين شي تحديات عندكم، 12 لوز كيفاش تستخدموهم. هذو كل اشياء نتابعوها خلال هذه اللعبه هذه. نتمنى لكم حظ سعيد، تفضلوا معنا. المشاركين فهموا المطلوب، دابا خاص يركزوا وتواصلوا مزيان الا بغاو يربحوا التحدي. بسم الله كومونس اوكي نو سوكوم مشاش لي غادي. شكون واحد يمشي نقنط ديما كنقلبوا واخا ما عارفينش علاش كنقلبوا، ولكن حاولنا ما امكن نستغلوا جميع الجنبات والاركان ديال الغرفه. بديت كنقلب بارتو، قلبت حتى في لابوبيل، قلبت في لي بوش تاع لي فيز، قلبت في لي ميور لي ميساج. كانت صعيبه في الاول. هادو سون لي سوسبيك. سميتو بولينغام جون اكس. صراحه كنا تالفين حيت كاينين بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال الاشياء، بزاف ديال الكتابات اللي ما مفهومينش، وكتحاول غير تفهم راسك اصلا شنو خاصك دير. نعرفوا شنو كاين بعدا. دونك كوفر هنا خصنا نخرجوا من هذيك الغرفه. كيفاش غنخرجوا؟ كاينين بزاف ديال لي زانديس دايرين بينا. حنا ولينا كنقلبوا على اي حاجه كيف ما كانت وكنحاولوا ما امكن اننا نحللوها اشنو فين غتوصلنا هذه الحاجه. واحد القرعه هنا لي زانديس اللي لقينا نحطهم هنايا. دونك جو دو بانان جو دورانج هاك وحده اخرى. عندنا هاد لي زانديس هادو كونسيرنون هاد لو كوفر. باش لقينا الرمز الاول سلمى لقات بزاف ديال القراعي و اون غوسيت، وتما ما فهمناش اننا نديرو المزج ما بين دوك الغوسيت ودوك القراعي، وطلبنا لانديس ديالنا الاول. ريسبكتي بيان لي دوز، ريغاردي لي شيفر انطوري سور لي بوتي اي لا ليست دو كوكتيل. دونك كنا غادي في طريق مزيانه اننا خصنا نشوفوا هاد لي كوكتيل هادو باش كنظن نحلوا هاد لو كوفر. 3 في 3 9 داكور. 2 في 3 6 6 واحد ونصف جوج ثلاثة واحد في سبعة سبعة. مزيان لقيتوا أول مؤشر في ظرف 6 ديال الدقائق. صراحة كتحس بواحد الشعور في شكل فين كتحل شي صندوق ولا شي فين كتلقى شي إينيغما كتحلها. صراحة هادو كنظن هما هاد الرموز هادو اللي عندنا اللي غنحلو بهم نشوفهم كاملين. حلنا صندوقة فهمنا ان من دوك لي كارت اللي لقينا عندهم علاقه بالرمز باش لقاو المود باس ديال البي سي. تما فين بدينا كنحلوا الشيفره ديال داك المود باس ديال الحاسوب باش نعرفوا باش نحلوا داك الحاسوب ونزيدوا في المراحل الاخرين. قدروا عرفوا كنت كتبوا الدراري. انا نقول لكم كتبوا عندنا ان هي هنايا او. الفريق الازرق متقدم في الوقت اللي الفريق المنافس باقي ما لقاش راس الخيط. انا جو بروبوز ندوموندو لو بروميي انديس. زين متفقين؟ شكون اللي متفق اخوت؟ سي محمد متفق؟ دازت 5 مينوت تفاهمنا على واحد الاستراتيجيه نمشيو عليها اللي هي فيما يخص لي زانديس اننا خصنا نستعملوهم كاملين ونقسموهم بطريقه في الوقت يعني بالترتيب كل شويه كل 3 مينوت نطلبوا ان انديس. ريسبكتي بيان لي دوز. هما لي دوز هما لي دوز. قال لك 3 دوز ديال جو دورونج يعني هذه 3 فوا 3. Le premier chiffre est 9. Mora 2 doses de banane, il y a 6. 1,5 doses de jus de fraise, il y a 3. Une dose de sucre, il y a 7. 9, 6, 3, 7. Il y a 4, 5, 6, 7. Il y a 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 7. Il صافي هاهو دونك دابا حنا دزنا الاولى. باغ كونطخ انا بان لي هادو هما اللي كيكونوا في التليفون. شوف دبل في اكس ايكغيك زد كيكونوا في البوطون ديال التليفون. لا هادو ركاردي لابا لو مود باس دو لورديناتور. لا يا با
واش كاينين هاد لي سامبول كيتعاودوا عندنا هنايا؟ طه ما عطاش اهميه للملاحظه ديال الهبه، الحاجه اللي ممكن تكلفوا بزاف ديال الوقت كيف واقع دابا الفريق الازرق. صافي في فيتي ها هي جدوى جدوى فير بارفي بارفي. دونك دابا الجمله الاخرى كندورو في واحد الحلقه اللي هي ما عندهاش باب، النص مازال ما فاهمينوش. ديك الفتره نسينا لي زانديس وركزنا على هذاك النص، وكنتسناو ان هذاك النص هو اللي حلينا داكشي الاخر. انديس ركون دوموند ان انديس كون جات عليا ما طلبت حتى شي انديس، ولكن تبعنا الوقت دونك خاصنا نافونسيو وخاصنا نطلبوا لي زانديس. من بعد المساعده اللي تعطاتهم خاصهم يلقاو دابا كود في الاكواريوم اعتمادا على لا طوخش. ها صافي واش تفق 3 خصنا عندك واحد التفتيل متفقين اننا نديرو 2 3 1 عرفتي كيما نديرو متفقه محمد خصنا داك الساعه بقاش مشى الحال. عندنا الحق اننا نجربوا الكود 3 ديال المرات، شاورت ضروري مع ليكيب باش ناخذ الاوكي باش انني نفاليدي المحاوله الاولى. اوكي اوبن هذا الجمل للفوق ها اللي كانوا ناقصين الدراري شتي مي بون درنا خدمه مزيانه. ما تفرحوش بزاف، راه باقي قدامكم الغاز اخرين. وانتوما فين وصلتوا؟ ثلاثة زيد انا كي كنت ترون هاد الارقام هذا الكومرو خصهم خصهم ما عرفتيهم شوفوا فين الفوق هادي تخوا يا خوا كاين اللي راه هو الان فين هو الان هو من داخل دابا الوقت شنو هو دابا اللي روانت هاد ايه بصح اسامه ما احترمش التعليمات دار يديه في الاكواريوم، خطا بحال هذا غادي يزيد يعطلهم. انا بالنسبه لي اي حاجه في ديك لاشونج نقدر نستعملها من غير حاجه واحده اللي قالنا ماستر جيم اللي هو الهاتف. دونك ديك الاكواريوم كان خلنا نروح كنا نكبوا ديك الماء ونشوفوا شنو فيه. ها هي فيها الراكم شتي مقلوبه كانت في هذه المرحله الفريق الازرق متقدم على الفريق البرتقالي وما كيتردوش في طلب لي زانديس. J-8S-8I-8S-E لقيتها فاش كنا كنقلبوا على الترجمة ديال الكود كنت خايفة كنقول واش نلقى واش ما نلقاوش، ولكن واحد شوية هو يقول لنا محمد راه جوستيس 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 كسب جوستيس فاش جربناه وخدم صراحة أنا تفاجأت حيت كنت ما كنتش كنتوقعها في محمد، حيت في البرايم الأول في المهمة اللي كانت عطاتنا كان كيبان عليه التعب كان كيبان عليه بحال كان عيان، ولكن في هذه المهمة صراحة أنا تفاجأت وتبارك الله عليه، يعني كان عنده دور أننا نحلوا الكود ديال البي سي. صراحة عجبني الحال صراحة، تتحس براسك يوتيل وبأنك كتقدم واحد المساعدة لليكيب. صافي هما لي شيفر 2 3 1 شنو هما زعما تقدر؟ هادو هما لي شيفر 2 3 1 صافي حنا بدينا كنقربوا واخا تي كومبليك نطلبوا انديس اخر انديس كود اورديناتور جي اس ايس جوستيس جي جوستيس جي جوستيس ماشي جوستيس هذيك تيغ 8 تيغ 8 رايت يو ماشي هذيك تيغ 8 هو طالب المود باس ما فهمتش علاش كتعمل 8 سمعني مازال زكوار تيغ جو اي سي او اي سي او اسامه كيقول لي طاب يا صاحبي تيغي في الاورديناتور فهو طاب بلي تيغي وما خرجلوش وعاد من بعد رجع كتب جوستيس و ودخلنا الاورديناتور. عمل جوستيس نيشان؟ على سامح. سي بون. ها هما اجي تشوف اجي تشوف. ايرون اوكسيد. بعد ما حلوا الحاسوب المطلوب منهم يركزوا في التعليمات اللي غادي تعطاهم في الفيديو باش يعرفوا يهزوا البصمه ويحلوا باب الغرفه. جي لهيب ما تحركش بزاف، جي لهيب فت 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 هكا. بانت شي حاجه؟ 10 دقائق دازت، الفريق الازرق مازال كيحاولوا يهزوا البصمه. صراحه حسيت في الاول بواحد التوتر حيت يقدر غير شي غلط نديرو نقدر نخرج لهم، يعني ما يتحلش هذاك الباب حيت اول مره غادي داك القضيه فيها بصمات خاصك ديما تخلع ديال شوف من الاحسن ديال هكا
هكا ما غتهزاش كلها صافي سير سيري. كنت محتاجه غير التركيز يعني سلمى وسيف كانوا مخليني مركزه، ولكن فواحد اللحظه محمد ارحل بقى كيقول لي لا ديري السكوتش هكا ديري السكوتش هكا، تلفت ما تلفتش عرفت كيفاش غادي ندير. وركي عليها بهادشي ما كرهتش نقول لي غير سكت انا خليني غادي زعما غادي نكملها مزيان. بان لي انتم مازال معطلين وهادشي في صالح الفريق البرتقالي اللي لحق عليكم. كيفاش؟ قول بسم الله ابوي بنفس صباك وحدي 5 سكوند. فاش حلينا الباب يسحب لينا راه قربنا ما لقينا الغاز وحدين اخرين قفوله وحدين اخرين وبدات لا بريسيون تاع الوقت الوغ اون ايسيي دو فير او بلو فيت. اخيرا الفريق البرتقالي قدر يتقدم على الفريق الازرق اللي ما خاصوش يبقى يضيع الوقت. تطلع فيها ولا شي حاجه سي شويه هكا شويه دبات الزاد ادوفتوي فتح الباب فرحنا كاملين. داكشي ديال الافلام ديال شي واحدين غادي يمشي شي قوم تيقلبوا على شي كنز. عنديس كل لحظه فاش كانت سلمى كتحل دوك لي طاجيرات كتحلهم بواحد الطريقه بحال شي روبو كدوز لهنا ودوز لهنا. انا وطراتني كنت غنقول ليها سلمى وقفي حيت انا كنعرف سلمى فاش كتوتر كتبقى ماشي كتخدم بالعقل ولكن كتخدم ما مركزاش. هذا مخفوق هذيك ردت فعلي نتيجه لان الوقت قصير وليت انا كنتحرك بحال كنتحرك مع دوك الثواني اللي كيتحركوا انا كنتحرك معاهم. ثلاث مرات في الطلعه جوج على الشمال. أسامة بالحماس ديالو والتسرع كان كيغلط مع داك القفل، وفي القفل دايرين واحد لا نوت الا ما نجحتيش خصك تونفونسي دو فوا. فمثل هاد المواقف كيضيع لنا شي شويه شد الوقت. هاد اونفونسي ما عرفناش منين. اونفونسي راه خاصو يبرك ماشي يطلعو الفوق ولا يهبطو لتحت. صافي صافي كملنا الاوراق اللي خاصنا نحطوهم فوق البروجيكتور. حاول حليب تجيب لها مرحله تفاح شويه واحد 6 حلينا واحد الخزانه فيها واحد تيليكوموند. سي سلامه افتحها اون فوا بركنا عليها واذا بها عاوتاني واحد الباب واحد اخر تفتحات لينا. سي بون عندي ساشف ما تنساوش تنقلبوا على لا ما عندي. هاي خصنا نفتحوا هادشي. نسبة التوتر ارتفعت. المشاركين ما بقاوش مركزين. ثواني قليل اللي بقات. واش غادي يتمكنوا يخرجوا من آخر غرفة؟ شو ديال 90.00 نجرب هذا الوقت ما بقالناش بزاف وتما فين كيبدا التوتر وكيبدا ايضا حتى بعض المرات كنتلفوا شي حاجه بعض المرات ما كيكونش داك التقلب ديالنا في محلو حتى التركيز ديالنا كيكون مشتت. غادو هادو هما اللي مور غادو لي بارتي مورت كل حاجه عندي باش تفتح قفل يلاه سير فتش. وصلنا لمرحله متقدمه كتبان لينا لا ما اون فاس وما قادرينش ناخذوها مي لو طون تقاضى الوغ سيتي لا فان. الفريق البرتقالي انتهى الوقت بارك الله عليكم قربتوا شو الباب قريبه ولكن انتهت الساعه فاش سال الوقت اون ايتي توس ديسو بقى فينا الحال كاملين. فاش دخل ياسين ما كرهتكم قال لنا راه غادي نزيدكم واحد 10 دقائق زايده ولكن عارفين قانون اللعبه واحد ما كيتبدلش وما غاديش يزادنا الوقت. هنايا التحدي ملي كيكون عندك واحد الوقت قصير علمتني انك خصك ضروري تعرف وكاش تستعمل لي مويان اللي عندك لي زانديس اللي عندك باش توصل للحاجه اللي بغيتي في الوقت المناسب. بغض النظر على النتيجه الاكيد ان المشاركين فهموا الهدف من التحدي. لحظه الحسم وصلت المرور امام لجنه التحكيم وككل برايم إضافة للحكام ديالنا الدائمين سلمى بنيس، سمير بن مخلوف وناصر كتاني كاستضفوا اليوم حكم رابع ماجد القيصر الغايب خبير في مواكبة المقاولين الشباب. ماجد القيصر الغايب مقاول أستاذ جامعي ورئيس جمعية إناكتوس لمواكبة المقاولين الشباب. المسار الدراسي ديالي أولا حصلت على دبلوم الهندسة من ليكول سنترال دو ليون في فرنسا وأيضا من ليكول ناسيونال دي بونزي شوسي في فرنسا في باريس. من بعد ذلك حصلت على الدكتوراه من جامعة MIT
ماساتشوست انستيتيوت اوف تكنولوجي في امريكا. بعد ما حصلت على الدكتوراه دخلت للمغرب باش نساهم في تنميه هذه البلاد، واشتغلت في وزاره التجهيز. من بعد وزاره التجهيز اشتغلت في المكتب السيدي. من بعد المكتب السيدي تعينت من طرف صاحب الجلاله يداه الله بمنصب مدير عام للمكتب الوطني للصيد. انا جيت اليوم لهذا البرنامج باش نتقاسم التجربه ديالي المقاولتي مع مقاولين الشباب، باش يلقاو كيفاش يحسنوا مهاراتهم وكيفاش ينميوا الطاقات ديالهم المقاوليه. نبداو مع اول مشارك محمد السوغي. سي محمد مرحبا بك في الحلقه الثالثه ديال البرنامج بغيت نمشي بعيد. هذه السيمانه هذه شفتوا استراتيجيه ديال التسعير، قول لنا شنو استفدتي واش قدرتي انك تخدم على استراتيجيه ديال التسعير ديالك. شركه بوغو حاليا وصلت لواحد المراحل جد متقدمه باش ان شاء الله تبدا النشاط ديالها على ارض الواقع. في بحر هذا الاسبوع جميع الموطور اللي كنا قتلينا دوزناهم في لافيزيت تكنيك، قمنا بالتجهيز ديالهم بالوسائل اللي تربطوا ما بينهم وما بين لابليكاسيون موبيل، ولتست بيلوت الحمد لله كل شيء داز بنجاح. فهذا هو الوقت الملائم باش ان شاء الله نحددوا واحد التسعيره اللي غادي تكون ان شاء الله ملائمه للزبائن ديالنا اللي غادي يكونوا في الاول هما طلبه ديال واحد الجامعه خاصه، وخاصه ايضا تكون كتغطي جميع التكاليف ولا ديبونس ديال الشركه. يعني في الاخير اعتمدنا على واحد ثلاثه ديال لي فاكتور اساسيين باش حددنا هذا الثمن. الاول هو الزبائن، وثانيا هما لي شارج ديال ولا ديبونس ديال الشركه، وثالثا هو خلينا بعين الاعتبار حتى البدائل وسوا ديزون المنافسين. سي محمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. انا عجبني بزاف شنو درتي هذا الاسبوع. ما ربي يخليك. تصنتي شنو قلنا لك؟ معلوم. اول ملاحظه تعطات لي لاحظوا على انني تبدلت بالمقارنه مع المره اللي دازت، فكانت ملاحظه ايجابيه اثرت فيا بزاف، لان بون المره اللي دازت ما بغاش تزولي ذاك الصوره معينيه ديال انت من غالق وما كتسمعش. هاد السيمانه جانا ما تيسمعش، ما تصنتلناش، جانا ملي كنقولوا له شي نصيحه ولا تنسولوه شي سؤال كان شويه منغلق على راسو. انا قريت لابارتي ديال لي بخي ديالك، عندي بزاف ديال لي كيستيون، ولكن كاين شي حاجه ناقصه هنايا بانت لي ما عرفتش علاش ما درتيهاش. لاكيل؟ هو لامورتيسمون ديال لي موتو. لي موتو تشريهم بيان سور. وفين هو الثمن ديالهم هنايا؟ الثمن ديالهم خليته انا في الانفستيسمون، في لو شيفر ديال الانفستيسمون. لو شيفر ديال الانفستيسمون ديالنا بلي موطو وهذوك لي جي بي اس وحتى لابليكاسيون موبيل، فقدرناه في 540,000 درهم ديال الانفستيسمون. يفو بيان كيسوا دون الامورتيسمون ديالك. تيكون تيكونوا لي شارج لي دوتاسيون زامورتيسمون كيكونوا تا هما في لو كونت دو ريزولتا. دونك سي دي شارج خصك تحسبهم كوم دي شارج، اللي هو بحال تتوفر الفلوس اللي من هنا 10 سنين باش تشري عاوتاني موتور اخر. سينو تو خصك تعاود تكابيتاليزي لا ستارت اب ديالك. بغيتك الله يخليك تبحث على واحد التسعيره ديال اليومي. سيدي لا غيكري نهار. خمم فيها الله يخليك، راه هذاك الناس فاش مشيتي شتي لا تروتينات حتى هما راه عندهم حتى هما خصهم سيدي دور رجع لهم، ولكن وصلوا لواحد بالتجربه ديالهم بداو كيعملوا واحد التسعيره يوميه. خمم الله يخليك فيها مزيان. سي سمير ديما في لي 3 برايم لي دازو مازال ما بغاش يقتنع بالتسعيره اللي حنايا حددناها. لو بروبليم سي كو هو كيهضر على اون لوكاسيون، وحنايا ما عندناش اون لوكاسيون بروبرومون ديت، حنايا عندنا واحد لو سيرفيس ديال لو بارتاج، يمكن لكش تاخذو النهار كامل وتخليه عندك. لي سالير ديال الناس اللي كيخدموا منهم انت وصاحبك ما محسوبينش. لا ما كاينينش. كنا خدامين غير بينيفول. لا لا الله يخليك، عمل ان بيزنس بلون على الاقل واحد العامين، وما تقولش هذا لي دو بخومي موا لازم يكون مدخول، لان الا ما كانش مدخول غادي تحبس وما غيبقاش مشروع، غادي يولي من المشاريع اللي كيتشدوا. بارك الله عليك. ميرسي بوكو. لا انا هادشي ديال لو كو ديالو شويه خلعني، ما حاسب لا لانفستيسمون انيسيال، ما حاسبش لو كو دي غوسورس زومان. جي ايتي ايتوني كو ما حسبش هاد لي جوج ديالي. من ناحيه التسعيره ديالو ديال لو بخي، انا بالنسبه ليا مازال ما خممش بقضيه واقعيه على شنو هو لوتيليزاسيون تاع داك ليتوديون.
حيت مازال ماشي على داك السيناريو انيسيال. المشكل ديالو انه ما بغاش يبدل السيناريو ديال انه ليتيديون ياخذ سكوتر يخليه نهار كامل عنده. تبي ايماجيني دي باكاج دو سوسكريبسيون ديفيرون ولا فهمتي يا دي فورميل دو برايسينغ اون كارت سميتو يا دي زعما جو بونس كي دي فورميل دو برايسينغ لا مينوت وهذا انا جو با جو كرو با كسا مارش. فهي تقول لشي واحد لا مينوت ما كتستعملهاش وكتخلص على شي حاجه يقول لك لا لا اوكي يا بوكو دو شوز كي بونك مي سي ان بون اكزرسيس بارك لا ليه لا اي ايفولوي ياك يا يو اين ايفولوشن. على ما كيبان محمد السوري مازال خاصو يزيد يخدم على الملاحظات اللي كتعطاه من طرف لجنه التحكيم الا بغى يفوز بثقتهم ويزيد يطور من المشروع ديالو. وصل الدور ديال سلمى ولطيفه، نتمنى يكونوا فهموا هذا الاسبوع شنو بغات لجنه التحكيم. صراحه في الاول فاش عطيتونا الملاحظات ما كناش فاهمين اشنو بغيتوا توصلوا لينا. من بعد جلسنا انا ولطيفة هذا الاسبوع وحطينا مجموعه من دوك النقاط اللي عطيتونا، بقينا مناقشين فيهم، لقينا بانه فعلا خاصنا في امتنان نخدموا على واحد لو برودوي اللي يكون خاص بامتنان، واحد لو برودوي اللي يكون بيرسوناليزي اللي يكون خاص فيه لاتوش ديال امتنان، فيه لاتوش ديال المنطقه اللي حنايا منتمين ليها، باش تكون حاجه اللي جديده عندنا في المغرب ان شاء الله. احنا في امتنان موالفين واحد الحاجه ان لو كليون كيجي لعندنا كيجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اولا كيكون دايز محدا اللوكال اولا شي واحد قال ليه راه امتنان ها شنو كيديروا ها شنو كيديروا عاد كيجي عندنا الكليان. المهمه ديال هذا الاسبوع كنا حنا اللي خصنا نمشيو عند الكليان، فاش كنت انا واقفه وكنتسنى الكليان يجي لعندي وكنقول ليه اجي ما ما ما, ما كيتسوقش، ولكن فاش جربت انني خرجت من ديك العرب اللي كنت كنبيع فيها ومشيت عند الكليان وقلت ليها هو لو برودوي ها كيفاش داير، الكليان اقتنع وجا يشري من عندي. يعني حنا راه ممكن نمشيو عند اليوم ما نتسناوهمش حتى يجيو لعندنا. سلمى شحال كتشريو المواد الاوليه؟ شحال كتقام عليكم؟ وبشحال شنو هو الثمن اللي كتحددوا بكل برودوي؟ وشنو هي لا ماجوراسيون اللي كديروا؟ ناخذوا مثال، مثلا عندنا الكيسان كناخذوهم ب 12 درهم، زائد ان يعني المصاريف ديال الطبعه وديال سميتو كيتقاموا ب 3 دراهم، زائد لي شارج فيكس يعني الكرا الماء والضو كيتقاموا علينا ب 15 درهم، يعني تقريبا كنصرفوا 30 درهم في هذا الكاس. واش تديو للغايه كل شارج هذا بالي صالير ديالكم ولا الثمن ديال داك الماكينه اللي شريتي ولا مينتنونس ديالها؟ هادشي كلشي داخل في الحساب ديالكم؟ بالنسبه للحساب دخلت فيه غير الكرا ودخلت فيه الماء والضو ودخلت فيه الويفي، ما دخلش لي صالير. باش تاكلوا اش هادشي يا سلمى؟ حسبتي كلشي ونسيتي المهم؟ ديجا حنا عندنا في الفيكساسيون دي بري ما كنحسبش لي شارج فيكس، وعاودت هاد الايامات فاش خدمت مع الكوتش عاودت حسبت لي شارج فيكس ولكن ما دخلتش فيهم الصالير. يعني قلت انا ماشي مشكل ممكن انني مره اخرى. عجبتيني فاش قلتي خرجتي ومشيتي كتقلب على الزبائن، هذيك راه واحد ليكسبيريونس مزيانه بزاف، لان ما يمكنش الواحد يقول انا عندي ماكازان الناس غايجيو عندي، تيقول لك عقلها وتوكل، ماشي جيب داك الناس لعندك. سلمى لطيفة شكرا وتبارك الله عليكم. شكرا بزاف، شكرا لكم على الخدمه اللي درتوها الاسبوع. شكرا بارك الله فيك. شكرا بزاف. انا عجبني الحال فاش قالوا بانه خذوا بعين الاعتبار الفكره اللي عطيناهم انهم يعاودوا تكون عندهم اون توش متينه، من حيث حتى هاد القضيه ديال يكون عندهم ديزاين خاص راه حتى هي بحد ذاتها راه عندها تكلفه. انا امون افي هذه هي القيمه المضافه ديال هاد البروجي ديالهم الا بغاو يخرجوا من داك لو شيما ديال جو سويز ان امبريمور. ولكن ضروري انهم نخرجوهم من هذاك الامبريمري، خص هاد لو كونسيبت يمشي لهم مرات. هادشي اللي تنحاولوا نديروا من هذه جوج سيمانات. انا لاحظت على انهم اول حاجه خرجوا من لا زون دو كونفور ديالهم. مزيان. اول حاجه من ناحيه تجاريه شتهم مستعدين يكونوا اغريسيف. ثاني حاجه فاش الاناليز ديال لي كو ديالهم وداك الشيء راه عملوا كل شيء. وانا زدتهم هاد القضيه ديال لو كو ديالهم شخصي، قلت لهم الا كنتيو كتخدموا شحال غادي تدخلوا دخلوها في لي شارج. النقطه اللي خصهم يخدموا عليها هو دابا هو اختيار شنو هما المنتوجات اللي قدوا يبيعوها، لان عندهم ديماش صغار دونك خصهم يبيعوا بزاف باش يقدوا يعيشوا بداك الشيء، وخصوصا بغاو يبيعوا على المغرب كله. سلمى ولطيفة وخا خدموا على ملاحظات لجنة التحكيم بخصوص التصميم كيبقى ما كافيش وخاصهم يزيدوا ضعفوا المجهود. دابا الدور ديال سيف.
السلام عليكم. اذا بالفعل هذه السيمانه خدمنا على لا استراتيجي ديال البرايسين اولا كيفاش نحددوا التسعيره ديال المنتوج ديالنا. باش ننظموا العمل ديالنا قسمناها اربعه ديال لي بلوك. البلوك الاولاني هو اننا نستافدوا من التجارب اللي عشنا مع الزبناء ديالنا ومع المارشي ديالنا باش نفهموا اكثر الجانب المالي وايضا لي زابيتو داشا ديال لي كليون ديالنا. طيله مده العرض سيف قدم بزاف المعلومات اللي ما منضمهاش، الحاجه اللي ممكن تشوش فهم لجنه التحكيم بخصوص المشروع. انا اليوم تلفتيني فريم. اصعب موقف امام لجنه التحكيم هو انك ما توصلش لهم الفكره او لا يقول لك ان الفكره ما وصلتوش مزيان. باسكو او ليو دو ريستي تبقى فوكاليزي على لو ميتي ديالك هي لا ترانسفورماسيون ديال هذوك لي برودوي دي ديشي ولا ريشيرش ديفلوبمون ولا ديستريبيوشن، صدقتي تدير لا ديستريبيوشن ديال دي برودوي انكس. انا تيظهر لي ما بقيتش مضبط على شنو هي المهنه ديالك. صراحه انا خسرين هذا القرار هذا حيت كاع دوك الزيارات مع المنافسين ديالنا ولا اللي كيبيعوا لي زاكلو كيصاوبوهم كيبيعوا نورمالمون كاع لي برودوي انكس، يعني غيجي عندي انا واحد باغي يبني يشري من عندي نيشان انا كزليج انفنت اولا اترافير لي زاركتيكت اوسي جو بو فوندر، يعني حتى انا لي زاركتيكت عندهم ذاك الدور ديال انهم كيديروا لا بريسكريبسيون ديال لي برودوي ديالي. دوك عندي هاد لي دو استراتيجي كيما تقريبا كاع لي كونكورون ديال لو مارشي عندهم حتى هما. سيف الثمن ديالك le prix de vente 117 à 126. La glo normale bchal كنهضروا على ستاندار كيدير 105 درهم le mètre carré. Est-ce que tu peux vendre à 105؟ Oui, on peut vendre à 105. Ou كاين ربح avec 105؟ كاين ربح avec 105. علاش ما تبيعش à 105؟ باش الناس ما يبقاوش يكون عندها le frein ديال le prix ومن بعد فاش يعرفوا الناس la qualité ديالك باسكو خصك تعرف. Oui. نقدر بتيتر نجرب لي دو استراتيجي، يعني لا استراتيجي ديال انني نبيع اكثر حيت عندي اون فالور اجوتي بلوس ولا استراتيجي ديال انني ندير لالينيومون. هاد السيمانه ما كنظنش انني وصلت انني نقنعهم بلا استراتيجي ديال البرايس اللي خدينا، وكنظن ان باقي الاشتغال حيت شي حاجه اللي كتاخذ الوقت باش اننا نعرفوا ونحددوا لا استراتيجي ديال برايسين ديالنا. انا جو سوي فرستري والله العظيم. اون ان برودوي انكرويابل ou qui est une chose le positionnement sur le marché. À qui je connais le client d'Ali ou je n'ai la valeur que je lui vends. Le problème qu'il y a là, c'est tu entres dans un domaine qui est écologique et tu produis moins cher par rapport aux stratégies classiques qui sont soit je rentre avec un prix de différenciation bas ou tu essaies ma يمكن ان يكون عندي ندخل للسوق لانه ما تعرفني حد وعندك. La stratégie Tania, il y a la stratégie de niche où Radi Dgou la CD en a souk diali, on m'a nes les Radi Fermo, et je ne t'en bais les gens. Voilà, il y a un peu de temps, il y a 105 dirhams. Donc, il y a d'abord le mouchkil de la Maghreb, le Fashi de la Bni, le Maghreb, on a l'habitude de la brique rouge. Mais je dis que c'est une chose à faire, psychologiquement, on a dit qu'on a un peu de temps. خصني نلقى فيه داك لابريكو. لا سي بور سا لا نيش. شوف راه شحال كاع يقدر يدير، غادي يدير 3 فيلا 4 فيلا 5 فيلا 10 12 كاع اون باغ موا، هادشي اللي يقدر يدير. إلا عنده هذيك إلي أوبليجي خصو يمشي مع لي زارتيتيكت بوانتو ويبيع ويبقى في لا نيش، حيت هذاك سي ان كغو مارشي، إلي بيان تربح مزيان ولكن السوق كبير بزاف عليه دابا ما يقدرش عليها. من خلال لجنة التحكيم كيظهر أن مجموعة من النقاط في مشروع سيف ما واضحاش، الحاجة اللي تقدر تأثر على التنقيط ديالو هذا الأسبوع. دابا دور طه وأسامة. السلام عليكم. هنا حددنا الثمن ديال ويف بيت بثلاث طرق. الطريقة الأولى من خلال احتساب تكاليف الإنتاج والتسويق والتشغيل. ملي تلاقينا مع الكوتش ديالنا نصحنا أننا نزيدوا بعض التكاليف غير مباشرة المرتبطة مثلا ببراءة الاختراع. وهادشي اللي جعل ان التكلفه ديال ويف بيت ترتفع بواحد نسبه 5%. واخا لقيتو استراتيجيه المناسبه لتحديد الثمن، راه باقي بزاف تساؤلات عند لجنه التحكيم بخصوص المشروع ديالكم. انا مازال عندي واحد المشكل، شي حاجه مازال ما فهمتهاش. هو واش تتبيعوا؟ واش تتبيعوا ان بروفي؟ ولا تتبيعوا واحد لو برودوي اللي تاي يخرج دو لينيرجي؟ ولا تتبيعوا دو لينيرجي؟ دونك حنايا في الاول كان عندنا الاختيار، هاد ثلاث الاختيارات هما اللي كنا خدامين عليها، ودابا اخترنا الاختيار اننا نبيعوا لو برودوي. كنبيعوا ويف بيت اما لي زينيرجي ديفلوبرز، يعني الناس اللي هما اللي كيبيعوا الطاقه،
ولو بروفي كنديفلوبيوها في الشركه ديالنا وكنبيعو ان برودوي. ديك الثمن اللي كاين تما ديال التسعيره هو ديال اون كيلووات انستالي، ماشي الثمن ديال الطاقه الكهرباء ولكن الثمن ديال لانستالاسيون ديال ديك لو برودوي. ماشي هو الثمن اللي غيبيه فيها الكليان ديالكم؟ لا لا، الثمن اللي كيبيع هو كيبيع الطاقه. تبيع الطاقه ب 2500 يورو للكيلووات. كانت واحد النقطه اللي لجنة التحكيم وقع فيها واحد النوع من نقولوا لبس عنده علاقه بالفرق ما بين الكيلووات انستالي والكيلواتر، وهذه راه مهمه. حنا كنبيعوا ويف بيت الماكينه، كنبيعوها بالكيلووات انستالي، يعني بشحال قادره هي تنتج. لو بري اللي كنقترحوه هو لو بري اللي لو برو ديال البرودوي اللي داخل فيه لي زيتود دو فيزابيليتي، لو بوتونسييل انرجيتيك، l'adaptation du produit, l'installation, le commissioning et bien sûr le déploiement باش يولي فونكسيونيل. الحقيقه ملي كنت كنشرح بان لي في تعابير لجنه التحكيم ان الميساج ما وصلش، وانا كنحاول باش نوصل ولكن كاين شي حويجات اللي هما تقنيين بزاف. ولكن الريزونمون اللي كنديرو حنا دوبل، الريزونمون ديالنا بلوكو انستالي اللي نبيعوه له، والريزونمون ديالو فيزافي لي كليون ديالو باش يبقى كومبيتيتيف. Et en fin de compte, ça résonne où c'est la fin de la chaîne. Donc le prix, il est en fonction de chaque kilowattheure que le واحد غادي. Exactement. Il a عندكم le choix, اما تبيعوا البراءه ديالكم اما كوم ليسونس ولا هذا، ولا نتوما صوبوا داك الماتيريال. شنو تختاروا وعلاش؟ اختيار واضح، ما خصناش نبيعوا البراءه، نصوبوا ديك الماتيريال. القيمه المضافه من خلال اننا نعدلوا ديك لو برودوي راسنا الناحيه ديال بلادنا المغرب والناحيه ديال السوق افضل بكثير من ان ديك البراءه تشبر وتبيع. نشكركم وان شاء الله نشوفكم في الاسبوع الماشي. شكرا. 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 مجيد انت جديد كيسكو تو بونس؟ تري بيان، خصنا نكون عارفين واش نكونوا واثقين من 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 البروفي ديالهم، الا كاين راهم مزيانين وخصنا نواكبوهم لانه راه عارفين اش يدير. عندهم واحد لا ميتريز ديال لا عندهم لا ميتريز عندهم لو سوجي ديال بيان سور لو ميت عارفين اش خاص يدار. جربوا شي حوايج، مشاو لي بروفي سقسيتهم على لي بروفي، راهم في لي بروفي ايتترا. دونك راهم ناضجين باقي خاصهم شي حويجات، ولكن هذوك الحويجات بتجربه. اللي بقى لي انا حاجه واحده مع كامل الاسف ما كانش عندنا الوقت باش نطرحوها، هي بشحال تقام لينيرجي ديالو انفيني دابا دارها بالانستالي، دارها بهذا الشيء مزيان، ولكن خصنا ندخلوا في نقاشات اخرى لانه هذاك هو اللي غادي يجعلو يبيع ولا ما يبيعش. في هذا المشروع هذا كاين جو سونس، كاين ان واي، اي بور موا لونتربرونور ملي تيكون عنده ان سونس وان واي هو اللي تينجح. عجبني بزاف فاش قال بانه حنا مغاربه بغينا نكونوا 70% ديال الانتيغراسيون، اون سان فو باش نبيعوا ان بروفي سوبليمونتير، بغينا نخدموا بلادنا وبغينا يتعرف هذا المنتوج على صعيد العالمي. ونتمنى على الله على انه يكون الفينونسمون من المغرب، باش هذا البروجي ماشي لازم يقلبوا على فينونسمون مع لا برا. وهذه رساله لمستثمري المغاربه يعاونوا المقاولين الشباب الناجحين في تمويل المشاريع ديالهم. دابا الدور ديال هبة اللي كتقدم العرض ديالها بكل ثقة أمام لجنة التحكيم. اش كيسك ولينا كنعتمدوا على استراتيجيات سمارت ديناميك برايسين، يعني ولينا كنحسبوا لو بري بالكوست بلس، ولينا كنحسبوا لي شارج فيكس بلس لي شارج فاريابل، كنزيدوا عليهم ان بورسونتاج دو ريسك وكنزيدوا اون بوتيت مارج، حيت يلاه بدينا باش يلاه نديروا بلاصتنا في لو مارشي ومازال خدامين على البراند ديالنا. ودابا في طور انجاز السيت ديالنا بغينا لو بري يكون فيه وضوح اكثر بالنسبه للكليان، يعني واخا سور ميزور عطينا للزبون لوبسيون باش يحدد الثمن ديالو اترافير لي زوبسيون بحال كوم لي فواتور. يعني مثلا الا خدينا لو ليكابان، الا بغاه بلا باريير، الا بغاه بالتيروار، الا بغاه بك لا تواتور، الا بغى يبدل اللون، والا بغى يبدل السايز، حتى هو كيقدر يختارو ومن ثم كيختار لو بري ديالو.
تنظن قبل ما ندوزو الأسئلة واش ممكن كارت تعطينا الأرقام حيت مازال عندك الوقت. تيبي بازيك بشحال كيتقام عليك وبشحال كتبيعو؟ هو بشحال كيتقام عليا ما يمكنش ليا ندخل في هاد الأثمنة باسكو سا ريست كونفيدونسييل. كومون جو كالكول مون بري؟ ما يمكنش. هي بوكو دو ستراتيجي بوكو دو بارامتر اللي كيدخلوا في لو بري. يعني باش تعطي كيفاش كتحسب البري ديالك وشحال كتربح فيه هذه ما كايناش شي شركه اللي تقدر ديرها ما يمكنش. وشحال كتبيعي هي كسي بوبليك؟ ا بارتير دو 1500 درهم. 1500 درهم شحال كتباع عند المنافسين ديالك؟ كاين اللي كيديروا ب 2500 كاين اللي كيديروا ب 3000 درهم. انا ا بارتير يعني نقدروا نوصلوا لهذاك الثمن الا بغى الكليان. واش مازال باغي دير دي برودوي سور ميزور سيتيرا نجيب تجي عندي ونقول لك ها شنو بغيت هاد ولا غادي تخدم لو سور ميزور سور لا باز ديال هادوك لي برودوي ديالك؟ كما قالت مدام سلمى لو لي تيبي لو لي كابان لو لي نواج هادو غادي يكونوا موجدينهم اون سيمي فيني دافونس. يعني elle peut choisir les options ندير ليها سور ميزور. تقدر تختار ليا غير لا كولور تقدر تختار السايز. هذا هو اللي كتعيطي له انت سور ميزور بحال فاش كنشري لا كلاص كندير ديك توبينغز. واش هادوك لي توبينغز هو اللي كتسميه انت سور ميزور؟ هذا بيرسوناليزي اون فادير اون لا بيرسوناليزاسيون. وي لا بيرسوناليزاسيون بيرسوناليزي سي با سور ميزور. اون بي شوازير لي ميزور لي ميزور وريني في داك لو كاتالوج ديال لي برودوي اللي عندك. اكزاكتومون سي سا سي سا. دابا كاين دابا ثلاثه الانواع ديال لي برودوي. اما واجد بحال داك الشركه اللي هضرتي عليها وصافي اما كتلقاه واجد وكدي معك ولا في سور ميزور 100% ولا الطريقه اللي خديتي انتينا في الوسط تدير 80% واجده وكتزيد داك 20%. هذه طريقه ذكيه بزاف. بهذه الطريقه هذه راه انتينا كتعمل لا ماس وكتعمل لا بيرسوناليزاسيون او ميم طون سي سكو نابيل ديزاين فور مانيفاكتشرين. هيبا شكرا بزاف تبارك الله عليك ونشوفوك السيمانه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا على النصائح. هنا كيبان لي حتى في هذا المشروع كاين الامكانيه بانها تجيب القيمه المضافه بالديزاين. La personnalisation. Au-delà de la personnalisation. Le design low. La personnalisation à Samir, c'est des toppings. C'est ce que tu as dit. Si tu as de la glace, tu as de la Smarties ou tu as de la... C'est le tipi même, il est à la mode ou il est tendance. Ça, tu as le tipi اللي غدا غيكون ديال اش كيدز اللي غادي تعرف على صعيد العالم. انا اللي لاحظت واحد الحاجه ما كتهضر على لا فونت اون ديريكت. انا كنحس بها لا ليميت ديالها هو سون غيون دو فونت. الا قدات تخدم على لو كوتي فونت اون ديريكت افيك لو ديجيتال على الانترناسيونال يمكن لها تبيع. وانا تنشوف مقاوله صدق كلي لي لي دون سي بوت عارف راسها شنو بغا لي دو دون ال ميتريز لا شين عندها الحرفه. هذا الشيء ماشي جديد على هبه. الحرفه راه ورثتها من الاب ديالها الشيء اللي غادي يخليها تعطي فيها بزاف. دابا النوبه ديال محمد ارحال اللي خاصو يقدم احسن طريقه لتحديد السعر. الاحسن طريقه باش نحطوا لو بري دو فونت هو ماجوراسيون ديال لي كود روفيان 2500 عاد لا مارج ديالنا لي 24% عاد المارج ديال الروفوندور اللي كيعطينا 3560 درهم اور تاكس. عندنا الكود روفيان طالع علاش؟ حيت كنديرو سو تريتونس زائد الماتيير اللي كنستعملو شي حاجه كاليتي مزيانه بحال كويفر لينوكس. وحنا دابا خدامين باش ندوز للتصنيع الشيء اللي غادي يسمح لنا باش نهبطوا الكود روفيان ل 1200 درهم اور تاكس. وهذا الشيء غادي يخلينا نكونوا كونكورونسيال والبرودوي ديالنا يكون اكسيسيبل بزاف الناس في المغرب ان شاء الله. عندي واحد النقطه الاستراتيجيه اللي مشيتي عليها هي ديال لا ماجوراسيون ديكو. ما هضرتيش بالكل على التنافسيه الوغ كو انت كاين في واحد المارشي واحد السوق اللي فيه بزاف ديال التنافسيه واللي نقدر نشري فران ديال الضو ابارتيغ من 500 درهم. علاش ما فكرتيش انك دير اميكس ممكن ما بين استراتيجيه ديال ماجوراسيون دو كو استراتيجيه ديال التنافسيه؟ حيت اللي فهمت انك انت مازال ما بدلتيش لا سيغمونطاسيون دو كليون ديالك. حنا كما قلت لك الكود روفين هو اللي تيحكم علينا
2500 درهم كاينه كاينه. ولكن اسمح لي تقدر تحكم في لا مارج، الا دزتي 2000 درهم ديال البري فينال شحال لا مارج ديالك غتكون؟ ما بين 30 و 24. دونك تقدر تهبط كوميم من لا مارج الا كان طبيعه الحال الا كنتي غتبقى في لا ميم وي بيان سيغمونطاسيون بيان سيغ. ديك الساعه غادي يشوفوا لا كونكورونس، نحيدوا المشكل بعدا ديال كود روفيان، ديك الساعه نشوفوا لي زوطخ الاسبي اللي كي اللي كي انفلونسيو. سي محمد غنطلب منك واحد الطلبه الله يعطيك الصبر، السيمانه الجايه تقول لنا لمن كتبيع، علاش؟ حيت وفينال تنظن المشكل هو اننا حتى واحد فينا ما عارف اكزاكتومون شكون هو هذا الزبون هذا لمن غتبيع. انا عارف وكنبيع ليهم الناس اللي تيهتموا بالطبيعه وتيهتموا بالاليمونتاسيون بيو، هادو انتيريسي. شكون هما هاد الناس؟ فين ساكنين؟ شنو تيديروا؟ شحال في عمرهم؟ هي هادي هادشي اللي درتي مزيان، ولكن خصك تعطي لا سيبل المارشي ديالك. يقدو يكونوا دو سيبل، سيغمون 1 وسيغمون 2، تقدر تقول لهادو صحاب البيو ها هما، ولكن هاش تنعطيهم؟ وتتقدر تكون صحاب الباديه وهذا ما تخلطهمش، ما تنبيعش ب 1000 لو ما ديرهمش بجوج ما ديرهمش بقى وحده، ما تقولش 1200 لكل شيء. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك، الله يحفظك، ميرسي بوكو. شكرا. شوف انا هذا لو سوجي ديال شكون هو لو كليون، شكون هو الزبون ديالو، هو لو بروبليم برينسيبال. هو من عاود ما يحدد السوق ديالو شكون هما شنو دار؟ مشا قلنا له حنا الثمن طالع بزاف، ركز على هبط الثمن. من عاود ما يقول واخا انا شنو هو السوق ديالي؟ ها شحال السوق ديالي من إلي بخي باش يخلص؟ دونك يا اما غنهبط الثمن نهبطو شويه نخليه. سي لا استراتيجي دو برايسينغ. لو بروفيل ديالو انا بان ليا، سي كيلكان كي ميتريزي لا تكنيك، إلا أو أن بخي، إلا دونك سا لا كونفورتي، إيه سا لا كونفورتي دون سون تروك راه إلي كاباب دو فير. دونك حنا باغفوا سي جون لا سديس هادو تيعاودوا لنا هذا رانا بو انا راه مشيت وبعت وصافي، ولكن يفوا با كي سخا ليميتي دون 3 موا ما يلقى راسو باع الكل شيء وحبس. انا راه قلت له يمشي يقلب شحال كيبيعوا، لان يقد يعرف هاد لي ستاتيستيك باش يعرف بعدا لا طاي دو مارشي في العالم كله شنو هو قبل ما والطاي دو مارشي غير في المغرب راه يمكن ما عرفوش. بان لي هاد الاسبوع محمد ارحال ولجنه التحكيم ما تفاهموش، كل واحد وكي كيشوف الامور. ندوزو للتنقيط النهائي هو اللي غادي يحسم. لجنة التحكيم ديالنا مساء الخير عليكم. مساء النور. قبل ما نعطيو النتائج ونهضروا شويه على كيفاش دازوا المراحل اللي دوزوا منهم المقاولين ديالنا هذا الاسبوع هذا، لا في التحديات لا في المهمه ديالهم، سي مجيد كيفاش لقيتي المقدمات ديال المقاولين ديالنا اليوم والتجاوب ديالهم مع الاسئله ديالكم؟ بكل صراحه عشت واحد الوقت شيق، لانه بيناتنا ان المواهب عندنا في المغرب، وعندنا واحد المشاريع اللي بكل صراحه في المستوى. واخا ما عشت معاهم الاسابيع اللي قبل، حسيت بان كاين واحد النضج، وهذاك النضج هو علاش نقلبوا اليوم. الرساله اللي خصنا نعطيو للشباب ديالنا انه يه نقدروا نمشيو بعيد. ثانيا التمويل، متى تكون الافكار جيده وفي الصميم التمويل تيتبع، ولكن الافكار الجيده خصها تكون، وباش تكون الافكار جيده لازم من المواكبه مع مهنيين اللي قدوا يواكبوكم. شكرا. شكرا مجيد على النصائح كلها، وبحال اللي قلتي هذا البرنامج هو قبل كل شيء برنامج مواكبه. باقي ما جاش الوقت نعطي النتائج، نبغيت قبل قدام لجنه التحكيم نحيي المشاركين ديالنا كاملين هذا الاسبوع. اسبوع ما كانش سهل، كان صعيب، حاولوا يتجاوزوا بزاف ديال المشاكل، يتعلموا من الاخطاء ديال الاسابيع اللي قبل. التحدي ما كانش سهل، المهمه كذلك ما كانش سهله، عطاو جهد كبير وحاولوا يتحداو نفسهم. دابا جا الوقت نعطي ترتيب ديال الاسبوع الثالث. المركز السادس هذا الاسبوع ب 10.8 سي محمد ممثل بوغو. سلمى، سي محمد بوغو شنو تقولي له باش تشجع؟ لو كان في الاسبوع الاول جاي تصدر، في الاسبوع الثاني تراجع شويه، وهذا الاسبوع هو في المركز السادس. كنظن قلتها توتالوغ، مخصوش ديجا يدو با بي سيليبرا، ماشي من حيت هبط في الترتيب سي كو مشى عليه ترن، سا فو ريان دير. تنظن خص البيزنس موديل اللي عطانا
الى الان ما غاديش يمكنوا بانه يوسع المشروع ديالو، خصو يفكر كيفاش حيت سي كابيتاليستيك. المركز الخامس ديال البرايم الثالث برنامج بغيت نمشي بعيد بمجموع 11.08. سيف الدين زليجين فانت. المركز الرابع سلمى ولطيفة امتنان بمجموع 11.17. بحال تشوفوا النقاط راه متقاربة بزاف. المركز الثالث مجموع 11.67 سي محمد ممتين أصولاخ. المركز الأول بمجموع 13 أسامة وطاها ممتنين ديال أطاغيك. الأسبوع الثاني على التوالي أطاغيك تيجي الأول. من ناحية ديال الترتيب الحمد لله المركز الأول، ولكن النقطة بقى ضعيفة 13 راه ما مقنعناش. دائما في حال قلت لك راه ما كرهناش نجيبو 17 18 20 هادو هما النقط اللي كنسعاو ليهم. المركز الثاني كان طبعا الهيبة أشكيتس بمجموع 12.42. باقي ما كملناش، ان هذا الترتيب ديال الحلقه او الترتيب البرايم الثالث. دابا عطيكم الترتيب بعد 3 الاسابيع. مره اخرى واخا عندكم الترتيب بعد 3 الاسابيع، باقي ترتيب مؤقت، حتى حاجه ما تلعبات، حتى حاجه ما تصاوبات، كل شيء ممكن يتبدل. ما تنساوش البرايم الثامن بوحده عليه 30% من النقطة الشاملة، النقطة الكاملة، وكل شيء قد يتبدل. وشفنا من أسبوع لأسبوع كلاسما تتغير. ما بقى لي غير نشكر لجنة التحكيم المشاركة ديالكم وعلى النصائح اللي عطيتوها للمشاركين ديالنا. المشاركين ديالنا حان الوقت ترتاحوا من الأسبوع اللي كان صعيب، وتوجدوا الأسبوع الجاي قدر يكون تاوى مرهق ويكون مرهق. أما أنتم مشاهدين الأعزاء ما بقى لي غير نشكركم على حسن المتابعة. تسناونا الأسبوع المقبل إن شاء الله، وما تنساوش تابعوا يوميات بغيت نمشي بعيد كل نهار على الأولى. مع السلامة.